الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لقد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله أنكر على المكذبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن هؤلاء لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وصيانته، وقد نشأ فيهم لمدة 40 سنة وهم يعرفونه ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عنه. واليوم المسلمون، الإنسانية جمعاء، بحاجة كذلك إلى أن يعرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم، كما كانت البشرية من قبل بحاجة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم بحاجة أكثر لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لجهل الكثيرين سيرة نبيهم. فالمشركون كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من المسلمين اليوم، والمسلمون اليوم أكثرهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اسماً، محمد. أين ولد؟ ومتى ولد؟ وكيف عاش طفولته؟ وعاش شبابه؟ ومتى نزل عليه الوحي؟ والمدة التي مكثها بمكة المكرمة؟ وكيف كان المشركون يواجهون دعوته وبعثته ورسالته؟ وإلى أين هاجر؟ ومتى هاجر؟ وعدد غزواته صلى الله عليه وسلم، وعدد أبنائه وبناته، كل ذلك مما وجب أن نعرفه، خصوصا ونحن في هذا الشهر، شهر ربيعنا الأنوار، شهر ربيعنا الأول الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتذكر هذه الذكرى وهذه المناسبة لا لأجل الفرح فقط، ولا لأجل فعل شيء مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما نتذكر هذه المناسبة لتقوية الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، ولمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، وللتعريف به أكثر،
وللحديث عنه في أوساط الأسر وبين أبنائنا وبناتنا أكثر. فنحن في صغرنا ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال أمهاتنا وأجدادنا، ما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلال أمهاتنا. كنا يحتفلن بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يعرفنا الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يأسف المرء أن تجد مثقفا واعيا قارئا لا يعرف شيئا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية ميلاد عهد جديد، ولذلك حق للبشرية أن تحتفي وتحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه وفيه علي أنزل. ذلك يوم ولدت فيه فرحا وشكرا لله عز وجل. والصحابة كانوا يحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بل وكل دقيقة. سعد بن أبي وقاص قال كنا نروي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائنا كما نحفظهم القرآن الكريم، يجمعون أولادهم ويحدثونهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن شمائله وعن غزواته صلى الله عليه وسلم. كانوا يجسدون في حياتهم سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما لا نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال يعني أن نذكر سيرته، أن نتحدث عن سيرته وأن نذكرها لأطفالنا وزوجاتنا وأهلينا والناس أجمعين، لأنه سيدنا رسول الله سيدنا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قلها بملء فيك، قل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرأف الناس بنا، أرأف الأنبياء والمرسلين، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عنه لقد جاءكم، قد جاءكم من الله نور، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نور ورؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهو شفيعنا صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر وليست لأهل الصغائر، لأهل الكبائر من أمتي. كيف نجسد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا في مجتمعنا؟ تكون أولا بالمعاملات المحمدية،
أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هل أنت تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه؟ يبتسم، يسامح، يعفو، يصفح، يعين المحتاجين صلى الله عليه وسلم، يتفقد أصحابه، يزور المرضى، يعودهم، يشيع الجنائز. هذا حقيقة الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتتعرف على هديه في سمته ولباسه في كل شيء، حتى تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في شخصك. كان أكرم الناس، هل تمثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أجود الناس، يكرم الفقير والمسكين، يطعم الطعام، يقري الضيف صلى الله عليه وسلم. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب؟ وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لا يخاف إلا الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم. صفات النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نجسدها في حياتنا، في واقعنا. كيف كان الرسول مع جاره؟ لا يؤذيه، يحسن إليه، يتعامل مع الناس بالحسنى، يقول للناس كلاما طيبا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعفو عنهم، يستشيرهم في أمورهم، يجلس مع الفقير، يأكل مع الخادم صلى الله عليه وسلم، لا يتميز عن أصحابه. إذا فهمنا هذه السيرة وجسدناها في واقعنا على مثل هذه الصور، فحق وحق أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في ميلاده. أما أن نحتفل بالاسم ونذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسم فقط، ونأكل ونشرب، لا صلاة، لا عبادة، لا إحسان، لا كرم، لا خلق، فما معنى هذا الاحتفال؟ فما حقيقة هذا الاحتفال؟ أن تمتنع عما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تمتثل وتعتمر بما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتكم الرسول فخذوه، هذا الاحتفال، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الاحتفال. جسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، فبذلك أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فيقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحق الهناء، ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط النور على الكون، على الكونين والثقلين من عرب ومن عجم. الرسول صلى الله عليه وسلم بميلاده نزلت الرحمة على البشرية، وتحققت وتجسست عندما أرسله الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة. فالله يقول لسيدنا موسى: وذكرهم بأيام الله، أي ذكر بني إسرائيل بأيام الله، لأن الله نجى بني إسرائيل من فرعون وجنوده.
ونحن كذلك نمتثل أمر الله وذكرهم بأيام الله. أليس يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أيام الله؟ وذكرهم بأيام الله، يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. أتعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح كان وآدم ما زال بين الروح والجسد، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، وفي رواية: وآدم بين الروح والجسد، وقد شهد له جميع الأنبياء والرسل، وأخذ الله عليهم الشهادة، فقال الله: وأنا مع ذلك من الشاهدين، وأنا معكم من الشاهدين على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فلنفرح بنبينا وهو شرفنا ومفخرتنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اشهد إننا نحب نبيك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه وإننا نحبه حتى نتبع سنته وسيرته، وأنت قلت لنبيك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.